أنا دكتور جورج جوفيليكيان، أنا رئيس قسم الطب الداخلي والقسم الرواية والعناية والنوم بمستشفى قضية جواجوس الجامعي. شي مرة حدا قالكم إنكم عم تشانخروا؟ تندر عليكم إنه بتعملوا موسيقى بالليل؟ هلأ هيدي شغلة فيها تكون مهضومة ومنضحك عليها، ولكن هيدي الشغلة كمان فيها تكون كتير مهمة، لأنه فيها تعكس مشكل تاني. هيدا المشكل فيكون إنه نحن عم نقطع نفس بالليل، فمش بس عم نشخر، عم نقطع نفس. شو يعني نقطع نفس؟ يعني المجرى عم يسكر، عم يوقف التنفس، بينزل الأكسجين، بيقدر يطلع الكربون، منصير منقوم لأنه بيكون عم نختنق. بيؤدي هيدا طبعاً لأنه نوعية النوم بتكون رديئة، وبيصير اللي نحن بيعنينا كأطباء عنا خطر أكبر إنه نعمل مشاكل تانية مستقلة عن النوم مباشرة. مثلاً فيها نعمل جلطة دماغية، فيها نعمل ذبحة قلبية، فيها نخربط كهربة القلب، فينا نعمل تعب ونعس خلال النهار، فينا نعمل نشاف بالتم، فينا نعمل ضيق خلق، فينا نعمل فوت بالليل على الحمام، وغيره وغيره وغيره. في كتير كتير عوارض، كتير أيام منحط الحق على قصص تانية فيها، ولكن هي بكل بساطة إنه نوعية النوم اللي عندنا رديئة، وإنه نحن بالليل عم نشانخر وعم نقطش نفس. طيب إذا هيدا الشيء ممكن، كيف فينا نعرف؟ أول شيء إذا مزبوط عم بيقولوا لنا إنه عم نشانخر، لازم نشوف أخصائي بأمراض النوم لحتى يفحصنا ويطلب لنا تخطيط للنوم من الفحوصات اللي روتينية بتنعمل بقسم النوم بمستشفى القديس جورجوس. وعلى ضوء النتيجة أخصائي النوم بيقدر يشخص إذا في قطع نفس، بيقدر أكثر يشخص درجة قطع النفس، لأنه قطع النفس درجات، وحسب درجة قطع النفس فيها تكون الدرجة خفيفة بدها بس تنزيل وزن واهتمام شوي بالمجرى، فيها تكون متوسطة أو شديدة يلي بدها علاجات زيادة على بس النصيحة اللي بنسميه نحن تغيير بنمط الحياة وتنزيل الوزن. وعلى ضوء العلاجات كل شيء تاني فيه يتحسن، فيه يتحسن الضغط، فيه يتحسن النبض، فيه يتحسن القلب، فيه يخفف احتمال الإصابة بجلطات دماغية أو قلبية، ونشاطنا بالنهار وتركيزنا وذاكرتنا ونوعية حياتنا كلهم بيتحسن. مشان هيك إذا حدا عم يقولكم إنه عم تشانخروا، سألوه إذا كان عم بيلاحظ إذا عم تقطعوا نفس، وعلى صحة السلامة جربوا تعرفوا إذا في عندكم هالمشكل، لأنه علاجه بيقدر يغير لكم حياتكم للأفضل.